السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ام دوجز منور، تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. طبعا اللي قدامكم ده يا جماعه ده سيمبا اللي كان جاي من محافظه القاهره، بيعاني من الحساسيه وبيعاني من رجله. لو لاحظنا النهارده بعد الحقن بتاعت امبارح اللي النيروسيلين والديكسا، الكلب دلوقتي بدا يحط رجله على الارض اهو. بالراحه يا ابراهيم، ماشي بالراحه، ماشي بالراحه. بدا يحط رجله على الارض اهوت. الكلب الحمد لله بحاله صحيه 100%. كمان انا شايف ان لحظه كده يا هيما، انا شايف ان الجلد يا جماعه لاحظوا كده تمام، بدا يتظبط معانا اهو، بدا يحصل قشره، وبدا ان الجلد المكان اللي فيه الحساسيه يموت، يعني بدا الميكروب كده من يروح من الجلد خالص. لو لاحظنا كده اهو، بس 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 لو لاحظنا كده يا جماعه، طبعا لسه في اثار الزيت. احنا شغالين جنتيانا تمام، وشغالين نيروسيلين وديكسا ميسازون. ماشي يا ابراهيم، لف لفه بالراحه. طبعا لو لاحظنا كده يا جماعه، الكلب اهو بدا ان رجله يسندها في الارض. بالراحه يا ابراهيم ما تجري. طبعا الكلب اول ما كان جاي يا جماعه ما كانش بيحط رجله دي في الارض خالص تمام اهو. ماشي يا ابراهيم. النهارده يا جماعه هنصور لكم حلقه معاه واحنا بندي له العلاج لليوم الثاني. طبعا احنا امبارح بدانا اول يوم، اسفين ان احنا ما صورناش الحلقه بتاعته تمام، كان اول يوم امبارح اللي هو الديكساميثازون مع النيروسيلي تمام. وبقالنا 3 ايام ماشيين معاه افيل وديكسا، وطبعا استعملنا الزيت بتاع العربيات واستعملنا الجنتيانا. النهارده اسلام هياخد جنتيانا تكتر عليه تمام، وياخد نيروسيلين وديكسا باذن الله، ونصوره فيديو النهارده. طبعا حبيت بس اطمنكم عليه عشان رجليه، برضه قلت لكم ان بعد اول يوم علاج من النيرو من النيروسيلين طبعا هيبدا ان هو يدوس على رجله باذن الله. بس يا ابراهيم بقى رجعه مكانه تمام، علشان مش عايزين نكتر على رجله. ماشي يا ابراهيم. الكلب ده يا جماعه احنا بنطلعه كل يوم من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 1 بالليل او 12 بالليل في المكان بره تمام، ما بنخلوش في العنبر جوه، لان الكلب ده محتاج حاله طبيعيه ومحتاج جو ومحتاج هواء، ودي حاجة مهمة جدا للكلب. يا رب يكون في تقدم، ويكون التقدم ده عاجبكم. ولو انت شايف ان الكلب ده احنا بنتقدم في حالته، يا ريت تكتب لنا في تعليق، ونقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.